سريعا على حكم بكره، حكم لقاء النادي الاهلي والهلال السوداني، امكانياته ايه؟ الحكم ده مميزاته ايه؟ عايزين نحط سبوت كده على هذا الحكم. كابتن هاني، مباراه صعبه جدا جدا جدا، خاصه ان احنا النهارده عندنا تقنيه البار مش موجوده، وخلي بالك دي مهمه قوي قوي قوي. يعني ايه؟ حضرتك الحكام دايما بتلعب بتقنيه الفار، فهو واخد على تقنيه الفار، فهو واخد ان هو لو حصل فيه مشكله هيرجع الفار يصلح له. النهارده امبارح بكره الخطا مش هيتصحح. يعني ايه؟ لو حسب ركله جزاء خطا محدش هيقول له لا، بتاثر على الحكم في اتخاذ القرار، سرعه اتخاذ القرار. بالظبط، هقول لك حاجه مهمه قوي في الفار. انت في الفار بيلحقك، يعني كابتن هاني انت خدت قرار خاطئ نتيجه تمركزك الخاطئ، نتيجه انك انت بعدت عن تمركزك، وبالتالي الفار بيجي يقول لك تعالى شوف، بتراجع قرارك. بكره ما فيش حاجه اسمها الفار. فاذا النهارده ايه المطلوب من الحكم يا كابتن هاني؟ اولا دحان بيدي الحكم الموريتاني، هو حكم يعني خبرته قليله قوي، ولكن خلي بالك دحان بكره في فرق ما بين اللعب العادل، المباراه بكره صعبه، وانت عارف يعني بنقول اداء لاعبي الهلال بيبقى فيه شويه شويه، بيبقى فيه شويه الخشونه، يعني هو ده طبعا بدني كبير، يعني عندهم القوه وعندهم الاندفاع. خلي بالك نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا يا كابتن هاني، اللعب العادل واللعب بسلوك تهور او باستخدام قوه زايده او بلعب عنيف، لان انت كحكم الموجود في المباراه بتعمل حاجه مهمه جدا، انت بتؤمن سلامه اللاعبين داخل ميدان اللعب، يعني انت بتخلي في بيئه امنه ان اللاعب يلعب بارتياحيه. كابتن هاني رمزي، انت بتلعب في الملعب لما بتحس ان في المنافس بيخش عليك بقوه انت احيانا بتكش شويه، لكن يعني مطلوب من الحكم حمايه اللاعبين، ده جزء مهم جدا جدا في مباراه بكره، ويكون قادر على السيطره على هذه الجزئيه بشكل كبير يعني. ولا يتاثر بالملعب، ولا يتاثر بالملعب، لان احنا قلنا لو انت سالتني تعيين هذه المباراه ربنا يوفقه بكره، ولكن هذه المباراه طالما ما فيش فار، مباراه كبيره، كان لابد ان يتم تعيين حكم ذات خبرات عاليه. طب بالمناسبه